تحية طيبة لكم مشاهدينا، نلتقي في العمق الأسبوعي كما عودناكم كل يوم السبت، نتحدث عن أبرز قضايا الأسبوع ولعل أبرزها ما قمنا به بحر الأسبوع من حوصلة وتقييم لمرحلة دامت 3 سنوات منذ 12 ديسمبر 2019. بدأنا بالمحور السياسي، وضيوفنا أكدوا أن المشهد السياسي أصيب بجمود بل بالتصحر، لا صوت فيه إلا صوت السلطة عبر إبعاد الرأي الآخر والتضييق على العمل الحزبي الجاد. ولوحظ أن عبد المجيد تبون آثر تنشيط فعاليات المجتمع المدني من جمعيات يراها كثيرون مجهرية بدلا من الأحزاب المعارضة. في المحور الاجتماعي الاقتصادي، ورغم عديد الشعارات التي رافقت المرحلة مثل 2022 عام الإقلاع الاقتصادي، نقابات حرة مستقلة انتقدت مخرجات السلطة واعتبرت الزيادات الأخيرة طفيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، ناهيك عن الاستعمال لعائدات المحروقات، إذ لحد ساعة غالبية هذه العائدات التي ملأت الخزينة آتت من مبيعات البترول والغاز لا غير، مؤكدة غلاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار الجزائري. نختم مشاهدينا بمحور الحقوق والحريات، والذي عدته هيئة الدفاع عن معتقل الحراك سجلا قاتما، ويكفيه من الملاحظات ما يصدر عن منظمات حقوقية أممية بما في ذلك مسح حقوق الإنسان في جنيف الأسابيع الأخيرة، والذي أصدر توصيات في انتظار الرد عليها في شهر مارس المقبل. نبدأ مشاهدينا بهذا التقرير الجرافيكي ثم نسرع في النقاش. تعود الذكرى الثانية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 بكل الجدل الذي ما تزال تثيره، وتعود معها أسئلة الماضي والحاضر. رئاسية فرضتها قيادة الجيش بقيادة الراحل أحمد قايد صالح الحاكم الفعلي للجزائر بعد الإطاحة بالرئيس الراحل بوتفليقة. انتخابات جرت وسط مسيرات شعبية حاشدة وقمع وتصعيد أمني وقضائي وتعتيم وذباب إلكتروني وبروباغندا تقسيمية خطيرة من السلطة. تمخض ما تمخض عن تلك الرئاسيات التي قاطعها أكثر من 60% من الشعب بأرقام السلطة المشكوك فيها وبأكثر من 1,000,000 صوت ملغى. عبد المجيد تبون الذي تحصل على 4,945,116 صوت معبر عنه، أي بنسبة إجمالية تقدر ب 58.15%. أعلن تبون الذي اعتبر مرشح قايد صالح فائزا ب4,000,000 صوت من هيئة ناخبة فاقت 24,000,000 صوت. جو لو دي، نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. في مقابل مطالب التغيير الحقيقي، تم فرض استمرارية النظام بوزير بوتفليقة ووزيره الأول الذي كان يقسم أن برنامج فخامة الرئيس المقعد لن يتوقف. رفع الحراك الشعبي رده وبشكل واضح بشعارات مثل تبون مزور جابوه العسكر، مكاشي الشرعية، ودولة مدنية ماشي عسكرية. تحية طيبة لكم مجددا مشاهدنا الكرام، نرحب بضيوفنا الذين نبدأ معهم نقاش خلال هذا المحور أو محور التقييم كحوصلة لمحور سياسي. أولا، فترة عبد المجيد تبون عام 2019 إلى 2022، نحاول أن نختصر ونقول ما نستطيع قوله خلال هذه الدقائق المعدودات لأنه هنالك محاور أخرى تنتظرنا. نرحب بالأستاذ عبد الله هبول المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقل الحراك، ويكون معنا أيضا حمزة خروبي المدون والناشط الحقوقي والنقابي أيضا، دون من أنسى الأستاذ كمال جمازي القيادي في جبهة سمين القاذ، ومعه أبدأ النقاش. أستاذ كمال، بعد الترحيب بك، ماذا يمكن أن نقول عن هذه المرحلة؟ ها نحن نصل إلى بل اجتزناه 12 ديسمبر 2022، طبعا هي مناسبة لحوصلة وتقييم لهذه الفترة سياسيا، فماذا يمكن أن نقول حول الجانب السياسي يا ترى؟ هل
نجح عبد المجيد تبون في قيادة هذا القطار اللي سماه الجزائر الجديدة، أم أن هذه الانتقادات ما تزال تلاحقه؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا أحييك الأستاذ عثمان. شكرا لك. تحية لجميع الضيوف الكرام، تحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية داخل الجزائر، وللجالية ولجميع المشاهدين خارج الجزائر. قبل أن أجيب على سؤالك يعني الكريم، أولا نترحم على والدة الأستاذة دليلة تواف التي سمعنا اليوم بوفاتها، نسأل الله وتعالى لها المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته. الأستاذة دليلة تواف من مستغانم، وهي مناضلة معروفة في الحقيقة. و يعني كجواب على سؤالك، في الحقيقة يعني خلال ما تفضلتم به في المغاربية، يعني طرحتم السؤال وأجبتم عنه. لا، اولا هذه العهده تاع الرئيس تبون يعني هي في الحقيقه استمرار للنظام، استمرار لنظام بوتفليقه، استمرار يعني في الجانب السياسي هناك تصحر كبير. حتى في عهد بوتفليقه نشوفوا على الاقل فلان، ونشوفوا الارندي، ونشوفوا مانيش عارف نتاج، ونشوفوا بعض الموالات. نعم، الاحزاب الموالات، ولكن المره لا الموالات ولا المعارضه ولا يعني كل شيء غائب عن الساحه، صحراء قاحله. يعني كانه العمل السياسي والراي والراي الاخر ففي الحقيقه يعني النظام يعني يسير بعقلية ما أريكم إلا ما أرى. وبالعكس، هو في الحقيقة ليس استمرار لعهد بوتفليقة، بل تكريمه لعرابي العشرية السوداء، عشرية الدم، والعشرية التي يعني في الحقيقة تضرر منها الجزائريون، ولازالت أضرارها إلى اليوم. يعني تكريم نزار، وتكريم الذين تلطخت أيديهم بدماء، يعني كانوا سبب في مأساة الجزائريين. هذا دليل آخر على أنه استمرار موش العهد بوتفليقة فقط، يعني نفس المنظومة منذ 62 تستمر بنفس العقلية. هو حزب واحد بطريقة يعني في الحقيقة مفروضة على الشعب الجزائري. وكما تفضلت يعني الانتخابات 12/12/2019 حددها النظام، حدد تاريخها النظام، حدد حتى المترشحين يعني المنافسين إلى آخره، يعني وحدد نتائجها. لأنه لو رجعنا إلى الصور نشوف يعني مراكز الاقتراع فارغة، قطعة قياسية يعني. العكس يعني كان خارج الشوارع في ذلك اليوم، وكثير من الولايات لم تنتخب طبعا. ففي الحقيقة النظام مستمر يعني وفي الحقيقة مش النظام وحده، لأنه النظام مدعوم من قوى غربية التي لا تريد الحرية للشعب الجزائري، ولا تريد الاستقلال الحقيقي للشعب الجزائري، ولا تريد الديمقراطية للشعب الجزائري، ولا تريد يعني في الحقيقة. ونشوف الحال تاع تونس، يعني نفس الشيء، يعني نفس الشيء في ليبيا وفي بلدان أخرى، كلها يعني قوى عالمية متحالفة ضد يعني حرية الشعوب وضد التغيير الحقيقي. مع الأسف الذين خرجوا ضد عهدة بوتفليقة، العهدة الخامسة، عهدة العار، عهدة الإهانة للشعب الجزائري، نجدهم اليوم متابعين وملاحقين وفي السجون وفي الاعتقالات والقضايا يعني كثير، يعني من وخاصة في نهاية الأسبوع يعني هذا، في اللي بخمس سنوات سجن واللي بثلاث سنوات سجن، ولا سنأتي للملف الحقوقي يعني التعبير عن الرأي. نعم، سنأتي للملف الحقوقي. ففي الحقيقة الجانب السياسي هذا هو يعني في الحقيقة. نعم نعم، ولدينا ما نقول حول الملف الحقوقي، حقوق المدنية والحرية الأساسية في حينه. ولكن قبل هذا نريد رأي الأستاذ عبد الله هبول قبل أن نأتي إلى حمزة. أستاذ عبد الله، وأنت محامٍ وعضو هيئة الدفاع عن معتقل الحراك،
طبعا عاصرت هذه المرحلة بحلوها ومرها، سأدري إن كان فيها حلو، لكن هناك من يقول أنه عبد المجيد تبون وعد ووفى في مسألة التصحر الجمود السياسي بعدما وعد أنه سيعمل مع هذه الجمعيات. المعارضون يرونها مجهرية في المجتمع المدني، ولكن عبد المجيد تبون قواها وثبتها واعتمدها وأعطاها الأولوية في النشاط بدلا من الأحزاب الحرة. مساء الخير عثمان. مساء النور، مرحبا سيدي قناة المغاربية ولضيوفك الكرام. أول ملاحظة أنه تبون حتى هو كشخص أولا ما هوش رجل سياسي، وإنما جاء ونتاج المدرسة الوطنية للإدارة، هو إداري أصلا ما عاش حياة سياسية فين، وعاش النظام الحزبي ولا المعارضة ولا حتى كان عضو نافذ في حزب جبهة التحرير الوطني. تبون كان إداري مطار من بدايته كرئيس دائرة، ثم تلقى وكان يشغل المناصب التنفيذية على المستوى المحلي ثم على المستوى المركزي بعدما أصبح وزيرا في بداية التسعينات حتى وزير أول. ما عندوش لا كارير بوليتيك، ما كانش مسؤول حزب سياسي كما هو الحال بين قوسين بأحمد ويحيى أو غول أو غيره، ولد عباس مثلا، لأنه فرق ولد عباس، لأنه فرق لما تجي من الإدارة وتلقى روحك في مناصب سياسية كبيرة، ولم في حين أن تجي من المعترك السياسي وتتعين في مناصب عليا سياسية الأمر يختلف. إذا نلاحظوا حتى في التسيير نتاعه لما جاء وصل للحكم، طبعا بتبون هو كان خيار القايد صالح وجمعته من الجنرالات اللي يغلبهم راهم في السجن، خيار الدوز اللي جاء بعد ما تمكن الحراك من إجهاض انتخابات في أفريل 2019 وكذا جويليا من نفس العام. الخيار فرضه النظام بدليل أنه المرشح الحر من عجب العجاب بتاع الديمقراطية للنظام الجزائري هو اللي يتفوق على المرشحين اللي جيوا من الأحزاب السياسية والمدعومين من الأحزاب، هذا شيء خارق للعادة. إذن فرض هو رئيس أيضا يجي من خيار قيادة الجيش تحديدا القائد صالح. ثم في ثلاث سنوات ماذا صنع الرئيس تبون؟ أول شيء لاحظوه أنه ما قامش بزيارات ميدانية للولايات. من المفروض رئيس الدولة أنه على الأقل يزور الولايات، يلتقي بالناس، يلتقي بالشعب الربعة ملايين هذو، لي على الأقل يفترض أنها صوتت عليه. مرحلة ثلاث سنوات لاحظوا أنه فيها جذر فيها التوجه وترسخ التوجه العام لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية. لاحظوا نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية وكذا في الانتخابات المحلية والدستور أيضا، حتى لا ننسى أيضا وثيقة الدستور. راح نجي للدستور، الدستور أخطر، الدستور فيه أمر أخطر من ذلك. خيار المقاطعة والعزوف نتاع المواطن عن المشاركة في الاستحقاقات يدل على تزايد أو ارتفاع درجة عدم الثقة في العملية السياسية وفي الطبقة السياسية تحديدا، والأحزاب اللي تبون للسياسة أنه همشها تماما في مقابل أنه راح يرجع له ويجعلها بديل وهو المجتمع الوطني، وهذا البديل لن ينجح. التجارب في الدول والتجارب في العالم لن تكون للجمعيات الأهلية أو الجمعيات المجتمع المدني بديلا للأحزاب السياسية لأنه ما هوش وظيفتها. وطبعا حتى المجتمع للجمعيات هذه الوطنية والجمعيات لما تمارس السياسة راح تكون خارج القانون، هم المفروض تبع تلحق قضائين وتتخذ ضدها الإجراءات القانونية لما نكون في دولة القانون. الأخطر في عهد التبون أنه لما يتم اختيار أو التركيز على رموز الثورة ورموز التاريخ ويجعلها عنوان أو مرجعية للمبادرة السياسية أو بعض المبادرات السياسية، وهنا أقصد تحديدا الدستور نتاع 2020 لما نجعله
نربطه بين الدستور أول نوفمبر هذا أمر خطير. أمر خطير أنه تبون يريد أن يجعل لدستوره نفس القيمة السياسية والمعنوية والنفسية في أذهان الجزائريين لبيانهم، وهذا خطأ وخطأ سياسي كبير وكبير جدا. مهما يكون أنا متوقعين النظام معروف أنه لو يوقع في المستقبل أي تغيير أو حل حالة للأوضاع سوف يتم التخلي عن هذا الدستور. وهذا الدرس هذا لازم نأخذه، أنه بومدين لما اختفى عن المشهد السياسي وجشد لي بالجديد وتغير الظروف السياسية، الدستور 76 اللي كتب في أحد مواده أنه قبل خير قبل التغيير جاءت أحداث أكتوبر وعصفت به 88. دستور شاذلي بن جديد أيضا تغير في 96. دستور زروال اللي جاء دستور العسكري زروال أتغير في عهد بوتفليقة، ودستور بوتفليقة غيروا تبون، يعني صار لكل رئيس دستوره الخاص. وهذه الكارثة أننا في الجزائر 60 سنة من الاستقلال ما قدرناش نبنيو دولة المؤسسات. النظام في كل مرة يعيش في أزمة أو يكون في مشاكل كبيرة في مواجهة المجتمع أو الشعب يلجأ إلى أول حيلة وأول غطاء هو أنه يجيب لنا دستور جديد، يسوق لنا دستور جديد. نعم. ويحاول يعطينا إيحاء الواقع الشيء الجديد راح يجينا كما أمام الشعار الجزائري، ونبقى إحنا ننتظر الحصيلة السياسية. حمزة نعم سيد عبد الله سأعودك سيد عبد الله سعودك سيد عبد الله. حمزة ما رأيك حمزة خاصة الحديث عن المجتمع المدني؟ أسنه هو يحترم المجتمع المدني يعطيه أولوية على العمل الحزبي، يقول أنه الأحزاب أخفقت في عملها السياسي ولذلك لابد أن نعطي الأولوية للجمعيات هذه اللي تنشط وتعرف ما الذي قام به تجاه الشباب وجمعيات أخرى. ثم نمر إلى لغته عن المؤسسات. عبد المجيد تبون في غير ما مرة أكد أنه إحنا الآن في مرحلة المؤسسات، بمعنى رانا وضعنا اللبنة بلاتفورم نتاع المؤسسات، كلمة البلديات، الولايات، مجلس الشعبية الولائية، البرلمان من قبل، الدستور، كأنه فيه انطلاقة جديدة نحو محطة الجزائر الجديدة. فماذا يمكن أن نقول على هذه الشعارات جملة؟ مساء الخير أخ عثمان، ولك ولكل المشاهدين ولضيوفك الكرام. شكرا لك. عبد المجيد تبون على المستوى السياسي يعني فشل ذريع، فلا يمكن أنه تعتمد على مجتمع مدني في ظل تغييب الأحزاب السياسية. فاللعبة السياسية والقواعد السياسية اللي يلعبها الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى وليس المجتمع المدني. ولكن تبون هو أعطى أولوية للمجتمع المدني حسب أولويات يعني الالتزامات التي أتى بها، الالتزامات 54 التي أتى بها، و من بين أوائل الالتزامات أظن كانت في المركز السابع أو الثامن هي ترقية المجتمع المدني. فهنا نرى أنه عبد المجيد تبون لا يؤمن بالعمل السياسي وإنما يؤمن بالعمل الجمعوي وعمل المجتمع المدني. ونحن نعرف جميعا أنه في الجزائر المجتمع المدني يعني هو في الحقيقة مظلة للنظام يرتكز عليها لما تكون الحالة يعني سخونة وتكون الحالة ل في بعض المحطات مثلا المحطات الانتخابية. فمنذ مجيئه غيب كل الأحزاب على مستوى الساحة السياسية، ضيق على بعض الأحزاب على غرار ما وقع لحزب السيدي وما وقع أيضا لحزب الأمدياس. فالأحزاب التي تعتبر بقت وفية للحراك الشعبي كان عليها تضييق كبير. وهنا نرى أن عبد المجيد تبون لا يؤمن أبدا بالعمل السياسي بالعمل الحزبي. كذلك غريب أيضا حمزة سامح لي فقط، الغريب انه حتى حزب موالات لي معروفه بنشاطها ايام المخلوع عبد العزيز بوتفليقه في عهداته المتتابعه الان اختفت نهائيا. بالكاد تقرا بيان صادر عن جبهه التحرير الوطني او التجمع الوطني الديمقراطي او تاج للسجين عمار غول، ابدا بالكاد ترى بيان لهذه الاحزاب حزب موالات. فما الذي اخفاها عن الساحه السياسيه؟ نعم، والأمر يرتكز في رأس السلطة. رأس السلطة هو رجل تقني، رجل إداري وغير سياسي، وعمره لم يمارس السياسة. ففي الحقيقة هو أصلا في خطاباته نجدها تقنية أكثر منها سياسية، بالتالي هو لا يؤمن بالأحزاب السياسية ولا يؤمن بمشاركة الأحزاب حتى ولو كانت أحزاب موالية. فنرى أنه حتى الأحزاب التي كانت موجودة في أيام عبد العزيز بوتفليقة مثل أفلان والأرندي وبعض الأحزاب التي كانت تسانده اختفت على الساحة. ف هو يعلم جيدا أن الأحزاب هذه
يخليها في الدرج مثل ما نقول، ولما يحتاجها يعني ياتي بها. النظام هذا معروف انه يعمل بهذه الطريقه، ولكن في السنوات الاخيره منذ مجيء عبد المجيد تبون على راس السلطه يعني الامر اصبح واضح، لا وجود لعمل سياسي في الساحه الجزائريه، وانما غيب كل احزاب سياسيه وغيبت كل الشخصيات التي كانت تنشط في الساحه السياسيه، وهذا امر كارثي. يعني لا يمكن ان تذهب بجزائر او تبني ديمقراطيه حقيقيه بتغييب المجتمع السياسي، بتغييب الاحزاب السياسيه، بتغييب النشطاء السياسيين، بتغييب الحقوقيين. فالمجتمع المدني من المستحيل انه يبني دوله قويه وهو يعني لا يعرف قواعد اللعبه السياسيه. نعم، وهو كذلك. الان نستمع عبد المجيد تبون ماذا قال عن الديمقراطيه، اللي يقول انه الديمقراطيه ما زلنا نتمسك بها. يعطي صورة أنها دولة شمولية وأنها دولة، ما أعتقد ما فيش واحد راه متمتع بالحرية والديمقراطية وحرية الكلام وحرية السب وحرية الشتم كما هنا. والدول الشمولية بالعكس يشكروا فيها، فيه الإنسان اللي يوزن يشوف كلام يتقال في بعض تلفزيونات حتى رسمية وراء البحر، في بعض المقالات في جرائد خارجية، كلام اللي يتقال هنا فيه تنسيق. عندنا قدره التحليل، نشوف باللي نفس الاساليب نفس الجو نفس. استاذ كمال، كان عبد المجيد تبون هنا في هذا التصريح القديم قليل يقول انه هذه التهم مردود عليها، نحن ما زلنا متمسكين بالخط الديمقراطي ونعطي كل ذي حق حقه في الراي والمشاركه السياسيه. نعم، هو في الحقيقه يعني بالنسبة لتبون والنظام يعني بصفة عامة يعني بلد ديمقراطي في العالم مثل الجزائر، وقالها في أحد التصريحات يعني قالت نحسد على الحريات وعلى الديمقراطية والحالة اللي رانا فيها، يعني نحن نحسد عليها. في الحقيقة النظام لا يؤمن بالرأي الآخر، بالعكس يعني أنت لو كان تمد رأيك يعني حول مثلا مشروع معين أو حول سكن وحول الفلاحة أو حول مثلا كما في الكتب على التمور مثلا أنه كذا، فتعتبر يعني عدو وتعتبر تقوم بالسب والشتم وكذا، فالرأي المخالف يعتبر سب وشتم يعني، فهو غير مقبول. لابد أن تسير يعني في خطة النظام، وهي في الحقيقة نفس الطريقة ونفس المنهجية التي انتهجها النظام في سنة 92 يعني بعد الانقلاب، وحتى قضية يعني المجتمع المدني نفس الطريقة، لأنه لما جابوا ضياف مثلا في 92 طبعا كان رافض الجبهة الإسلامية للإنقاذ ورافض الأفلان في ذلك الوقت الذي على رأسه مهري ورافض الأفافات وكان على رأسه أيت حمد. فوش بقى له؟ بقى الذهاب إلى المجتمع المدني، دار هذاك السيانتي تاع المجلس يعني الانتقالي، ودار فيه يعني الاتحاد العمال الجزائريين والكشافه الاسلاميه والجمعيه الفلانيه وكذا، فعلى اساس ان هذه الجمعيات تاع المجتمع المدني هي التي تعوض الاحزاب السياسيه. وفي الحقيقه السياسه تمارسها الاحزاب السياسيه، لانه حتى في الدستور في ذلك الوقت، الدستور تاع فبراير 89، الاحزاب في ذلك الوقت كانت تسمى في الماده 40 هي جمعيات ذات طابع سياسي، يعني مجموعه من الجزائريين يشتغلون بالشان السياسي ويعطون رايهم في الوضع السياسي وفي سياسه البلد وسياسه الجزائر في مختلف الجوانب، السياسة بصفة عامة والسياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية وفي الفلاحة وفي الصناعة وفي الدفاع وفي الشؤون الخارجية وما إلى ذلك. وهذا الأمر لا يقبله النظام، فهو له خطة معينة، له خطاب معين، وما هوش غير الجانب السياسي، حتى الإعلامي في الإعلام إذا أعطى مثلا فكرة قال مثلا أن القمة العربية راهي ناجحة، لابد الوسائل الإعلام كلها تقول أنها ناجحة، ولا يمكن أن تنتقد ولا يمكن أن يكون هناك رأي مخالف. ففي الحقيقة العهد تاع تبون
عادنا إلى الوراء. نحن كنا نعتقد أنه بذهاب وتفليق هذه التضحيات، تضحيات الشباب تاع الحراك، تضحيات الرجال والنساء الجزائريين الذين خرجوا، لأنه في الحقيقة في البداية كان المسيرة في العاصمة ممنوعة وكان يقمع وكانوا معرضين يعني بصدور عارية وضحوا يعني، ثم بعد ذلك نصل إلى هذه النتيجة، إلى التهميش وإلى القمع وإلى السجن والمتابعات. يعني كل واحد عنده عشرات المتابعات، يعني حتى لما تسمع أنه واحد حكم عليه بسنوات من السجن يقول لك ما زال عنده الملف الثاني والملف الثالث والملف الرابع وما إلى ذلك بتهم الإرهاب وما إلى ذلك. ففي الحقيقة في الجانب السياسي النظام حتى في الانتخابات قالك لا يهمنا العدد المصوتين، ما تهمش عدد المشاركة ولا عدم الاهتمام بالجانب الشعبي، حتى كما تفضل الأستاذ عبد الله هبول لحد الآن لم يزر أي ولاية ولم يحتك يعني بالشعب الجزائري ويتقرب من المواطن البسيط الذي يعاني سواء المعاناة اليومية وقمة هذه المعاناة، هذه القوارب الموت، يعني هي في الحقيقة تعبير عن اليأس وتعبير عن الحجرة وتعبير عن الظلم. لأنه لو كنا في دولة حرة وفيها الحريات وفيها الديمقراطية كما يقول التبون، كيف يهرب منها أبناؤها؟ أنا شفت آخر مرة الأستاذة داود، السيدة داودي التي نهنئها يعني خروجها من السجن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن جميع المعتقلين معتقل الرأي. تقصد السيدة فتيحة داودي؟ فتيحة داودي طبعا. قالت يعني كنصيب نهرب من هذه البلاد ونحرب كما قالت بتعبيرها. يعني في الحقيقة وصلنا إلى حالة اليأس، وهذه هي السياسة المنتهجة وهذه هي نتيجتها. أستاذ كمال، كنت تشير للحراك الشعبي السلمي، ونستمع بمجيد تبون الآن ماذا يقول عن الحراك؟ بارك الأصلي أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم، وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة. يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل درجة متاع الدوبان، يعني ما بقاتش دولة، عصابة. سيد عبد الله، أعود لك من جديد. هناك من يسأل أي تناقض عند السلطة لما تشير أن الحركة مبارك والحركة هو الذي أتى بهذه السلطة الجديدة، في الوقت نفسه يشهد أبناء الحركة الشعبي السلمي تضييقا ليس له مثيل من الزج والرقابة المشددة والتضييق وما إلى ذلك. طبعا هذا شيء معروف أنه لولا ظروف سياسية اللي أنتجها الحراك ما كان تبون يتوقع أنه يكون رأيه على رأس البلاد. لما يتحدث عن تقهقر وعن وجود عصابة على رأس السلطة، الغريب أنه هو في 2017 كان الرئيس بوتفليقة عينه وزير أول لمدة شهرين أو ثلاثة، ثم تمت إقالته. هل ما كانش يعلم بهذا الواقع اللي كانت موجودة فيه، اللي كانت موجودة عليه السلطة وعلى البلاد؟ أعتقد أنه عنده كل المعطيات بحكم المناصب اللي كان فيها وأشغلها في دولي الدولة. الحديث عن الكلام وعن الحراك المبارك هذا ما هو عبارة عن مناورة، إضافة كلمة المبارك، وكأن هناك حراك غير مبارك. إذا كان الحراك مبارك أيضا وهو اللي أنقذ الدولة الجزائرية، كيف نفسر أنه حملة القمع أو سياسة القمع الممنهجة والهائلة واللي توصلت إلى أن يتهم ويزج بالجزائريين بمجرد أنهم كتبوا عبارة أو عبارتين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم اتهامهم بأنهم إرهابيين؟ وهذا أمر غير مسبوق، أمر خطير جدا، وتدل على أنه لما النظام تبون ونظام الجزائر الجديدة ما عنده حتى استعداد لتقبل الرأي والفكر الأخرى. الانزعاج الكبير انتحب هو من وسائل التواصل الاجتماعي أو النشاط السياسي الحر، لأنه لما هما
من تهميش الاحزاب السياسيه ومنعوا ظهور طبقه سياسيه جديده. وبالمناسبه الشيء اللي تعرض له حزب التجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه يعني انه ابسط انه يجي يعقد مؤتمر ولا يجي يعقد اجتماع يتعرض للمنع. حزب الام جي اس نتاع المناضل فتحي غران اللي هو في عدد دعوه قضائيه. كذلك بالنسبه لحزب الرقي من اجل التغيير للاستاذه زبيده عسول ايضا. الاستاذه زبيده عسول الشيء اللي ما تجراش عليه النظام بوتفليقه. النظام الحالي تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ويجي يقول لك احنا دوله ديمقراطيه. لا علاقه على هذه الممارسات لا صله لها بالديمقراطيه بل العكس انها ممارسات واعمال وتصرفات تدل على انه نيه النظام انه يرجعنا الى ما قبل 5 اكتوبر. وانا كتبت في الامر هذا عده الامور وتحدثت انه النظام الحالي الجزائر الجديده هو في حقيقتها اللي هو انها تريد ان تعود للجزائريين الى ما قبل 5 اكتوبر. ما نقولش حتى نظام بومدين لانه نظام بومدين ما قبل 76 انه كان بدون دستور، كان بدون غطاء، بدون ثوب مؤسساتي وقانوني واضح. انه جيب دستور اللي يتحدث عن المعاهدات الدوليه ويتحدث عن الفصل بين السلطات ويتحدث عن احترام القانون ويتحدث عن الامن القانوني، في حين انه الممارسات اليوميه هي ابعد من ذلك بكثير من حيث قمع الحريات، التضييق على الامن، غلق الفضاء الاعلامي. لو كان ترجعوا للتلفزيون العمومي شكون هو يتكلم في التلفزيون العمومي؟ من هو الذي يتحدث؟ الناس اللي من جد خطاب السلطه. الاخطر انه تبون شنو شيء جديد انه درك ربط الوجود نتاع او الصفه نتاعو براس مجلس الاستقرار يربط نفسه بانه او صفته بالقائد على القوات المسلحه وزير الدفاع. انا نبقى دائما نستغرب لماذا يستعمل لقب القائد الاعلى للقوات المسلحه. صح. ما استعملوا زروال اللي عسكري، ما استعملوا بومدين اللي كان عسكري، ما استعملوا الشاذلي بن جديد، هذو كانوا عساكر وتولوا وجاوا من قلب الجيش الشعبي وتولوا، ولكن ما كانوش حريصين على انهم، ومع العلم انه هذا اللقب ما يمنع حتى صلاحيات قانونيه لرئيس الدوله، فقط انه في تنتيت الاونوري فيك حتى كي نرجعوا للوثائق ما يقدرش يمضي بها، يمضي باسم وزير الدفاع الوطني نقطه الى السطر. نعم. او كاين هناك وثائق يمضي بها باسم، ماذا يعني؟ ماذا يعني انك تشد دائما في منصب وزير الدفاع الوطني؟ ما يكفيش رئيس الجمهوريه. من المفروض انه رئيس الدوله لقبه سي البريزيدون دو لا ريبوبليك هو اللي عنده اوسع الصلاحيات، اوسع السلطات، هو المسؤول على تسيير مؤسسات الدوله. لماذا دائما اقحام الجيش؟ لماذا دائما الاتكاء على المؤسسه العسكريه؟ لانه هذا الامر استعمال هذا الالقاب مقصود، ماهوش باري في تقديري، ماهوش باري. ماذا يراد؟ وش هو الرساله اللي حابين نوصلوها للمستمع وللمشاهد وللمواطن لما نقولوا باللي الرئيس تبون ترأس مجلس الوزراء؟ فعلا نكتفي بمنصب رئيس الجمهوريه، يكفي يكفي يكفي، وهو يجب ويحتوي كل الوظائف الاخرى. تمام استاذ عبد الله. وهناك من قال ابرز معالم هذه المرحله، مرحله 2019 2022، هو حضور مؤسسه الجيش حضورا كبيرا لافتا في المشهد السياسي. ولكن نحن لا نتحدث عن مؤسسة الجيش اليوم، لدينا موضوع مستقل عنها، لكن فقط مصداقا لما كنت تقوله، رئيس كتلة حمص في البرلمان كنت أستمع إليه وهو يشتكي لرئيس الحكومة الوزير الأول أيمن عبد الرحمن حول غياب هؤلاء الناشطين السياسيين في التلفزيون العمومي أو القنوات المفترض أنها قنوات تلفزية خاصة. فقال له أيمن عبد الرحمن: لم أكن على علم بذلك. قال له: توجه لنا دعوات، ولكن قبل دقائق من بداية هذه البرامج السياسية الحوارية يلغى حضورنا من جهات أمنية لا ندري لماذا، رغم أن هؤلاء تقريبا قبلوا بخارطة السلطة ودخلوا في البرلمان. هذا مجرد سؤال ناهيك عن المعارضة الجادة. الآن مشاهدينا نمضي إلى الملف الاقتصادي.
حمزة عود إليك. نبدأ الآن في الحديث عن المحور الاجتماعي الاقتصادي. بالنسبة للسلطة تحسن كبير على هذا المستوى، المستوى الاجتماعي الاقتصادي، ويستدلون على هذه المنح، يقولون أنه فيه منح الآن للبطالين للمتقاعدين، منحة جديدة للبطالين بالخصوص، منحة البطالة هكذا سموها. ناهيك عن هذه الفوائد، بعض الزيادات في الأجور، أجور الموظفين أو ذوي الدخل الضعيف، يتحدثون عن ارتفاع في الخزينة الآن حوالي 46 مليار دولار احتياطي الصرف، يتحدثون عن مستوى تحسن مستوى المعيشة، المواد صارت موجودة متوفرة، والأسعار تراجعت عما كانت عليه في السابق. هذه زاوية. أما الزاوية الثانية تمثل هذه النقابات، أتكلم عن النقابات المستقلة الحرة، تناقض ما تقوله السلطات اليوم، تقول أنتم محظوظون لأن الحرب ما تزال مستمرة بين روسيا وأوكرانيا، ولولا ذلك لكانت الأسعار متدهورة جدا لأسعار النفط أقصد، ولذلك سيؤثر ذلك على الاقتصاد الجزائري. نعم، هي الأزمة الأوكرانية الروسية جاءت بالخير على من هم في السلطة اليوم في الجزائر في الجبهة الاجتماعية، لولا يعني ارتفاع أسعار البترول واعتماد السلطة على مداخل البترول لتهدئة الوضع العام لكانت يعني شهدنا انفجار في الجبهة الاجتماعية، فتدهور القدرة الشرائية للمواطنين والعمال، يعني ما صارتش من قبل مثل ما تصير هذا الأيام. ارتفاع الأسعار موجود وملموس عند المواطنين، حتى لو تنزل للشارع وتسأل المواطنين، كل الناس لمست ارتفاع في الأسعار وندرة بعض المواد، فالعكس تماما ما تقوله السلطة، وهذا دليل على الفشل السياسي، لأنه كل شيء يمشي بالسياسة، كل شيء تمشي السياسة. فالفشل الاقتصادي وفشل على مستوى الجبهة الاجتماعية هو يعني رد فعل لما تفعله السلطة من قرارات على مستوى الاقتصادي، فالقدرة الشرائية يعني منهارة، قيمة الدينار منهارة، الأجور يعني حتى ولو كان زيادة طفيفة يعني في الأجور من أجل إسكات بعض الفئات في المجتمع المدني، ولكن الزيادة هذه غير معتبرة، يعني غير ملموسة، مع مش حدير لك شيء، يعني مش تغير لك شيء كثير في الأسر الجزائرية، لأنه إحنا نقابيين ونعرف أنه زيادات مثل هذه يعني كأنها ذر رماد على العيون من أجل شراء سلم اجتماعي لمدة بسيطة معينة حتى يعني نلقاو حل آخر. ولكن حمزة، بالنسبة للسلطات وعلى رأسي عبد المجيد تبون، يتباهى دوما أن الجزائر تخلصت من عقبة الديون. هناك دول عدة في العالم الثالث خصوصا تعاني من أزمة الديون، نعطي أمثلة عديدة على سوريا أرقام قياسية، على مصر أيضا، على تونس، وكثير من الدول يقول لك الحمد لله الجزائر لا تعاني من أي دين. هكذا يتتباهى الآن السلطات الجزائر أساسا أن سياستها الاقتصادية ناجحة، أو ما يتباهوا على مستوى يعني السياسة الخارجية وسياسة الديون، ولكن لما نجي في الواقع ونجي في الداخل في الجزائر نلقاو أنه الأمر هذا غير معقول. الإنسان الجزائري اليوم يبحث عن العيش بكرامة، يعني يحوس على كرامته في المعيشة، يحوس يوكل أولاده، يحوس يعيش، يحوس يلبس، ولكن في الجزائر اليوم الأمر يعني غير هذا، يعني الناس ما زالت حاصلة مع شكارة الحليب، وإحنا رعنا أكثر من 60 سنة من الاستقلال وما زلنا نجيهم بشكارة الحليب وقرعة الزيت وكذا. الناس راهي يعني لما تقول أنه المواد هذه موجودة وما عدناش دين وما عدناش كذا وكذا، ولكن وفر العيش الكريم للمواطنين، وفر لهم أجر يعني يحفظ الكرامة تاعهم، وفر لهم المواد التي تستهلك بصفة واسعة، ولكن الملموس على مستوى يعني الداخل في الجزائر غير ذلك. فكل الجزائريين اللي يشتكون من ارتفاع الأسعار المواد الأساسية، غيابها بعض المواد الأساسية، غياب يعني ارتفاع الأسعار في الخضر والفواكه، حتى يعني الواحد يعني متوسط الدخل مش قادر يكمل شهر تاعه، يعني فهنا الأمر يعني في علامة استفهام. فالسلطة تقول دائما ما تريد من أجل يعني كما نقولوا تبين عضلاتها على المستوى الدولي، أنه في الجزائر كل شيء يعني يسير على الطريقة الصحيحة، ولكن الواقع يعني يعكس ذلك، الواقع غير ذلك، يعني قيمة الدينار منهارة. ولكن بالنسبة للسلطات هي تقول خلاف ذلك. بالنسبة لهم حمزة يقولوا أنه، وهذا بمناسبة تدشين هذا معرض المنتجات الوطنية ليست المنتجات المستوردة، يقول أنه هناك تطور، أنظروا إلى هذه المنتجات لم تكن من قبل منذ عهد بوتفليقة، الآن فيه تطور، فيه فعالية،
وكان يتكلم مع هؤلاء الشباب المستثمرين يقول لهم لماذا لا تصدرون هذه المنتجات إلى الخارج ويحثهم على العمل أكثر. بالنسبة للفلاحين فيه توزيع الآن لأكثر من 50,000 هكتار على هؤلاء المستثمرين خاصة في الجنوب منطقة أضرار وكذلك المنيعة وكذلك الأغواط من أجل استصلاحها في خصوص زراعة الحبوب. كأنه يقول أنه في مرحلتي هنا الاقتصاد تحرك، بل يكفيه ذلك الشعار اللي قالوا 2022 هو عام الإقلاع الاقتصادي. بالعكس، هي قضية توزيع الأراضي وما إلى ذلك يعني كانت حتى في فترة عبد العزيز بوتفليقة أنا عايشتها من يعني من خلال انخراط في عملية مثل هذه وفي الميدان، فهو يمارس نفس السياسة التي كان يمارسها عبد العزيز بوتفليقة في المجال هذا. ففي وقت بوتفليقة كان فيه مصنعين يعني شباب، ولكن اللعبة مغلوقة عليهم من العصابة الاقتصادية التي كانت آنذاك والتي ما زالت أذرعها إلى اليوم. ويعلم جيدا أنه من غير الممكن أنك تتوجه إلى اقتصاد حقيقي مبني على يعني عمل حقيقي ومجهود مبذول داخليا بالطريقة هذه. وعارف هذا الشيء، أنه تجيب معرض وتبين أنه عندك منتجات، لكن لما الشاب هذا يتوجه للمعاملات الإدارية من أجل التصدير أو من أجل القيام بعمليات أخرى يلقى بيروقراطية كبيرة على المستوى المعاملات الإدارية. فهنا الأمور لم تتغير، نفس العقلية ما زالت يسير بها السلطة الجزائرية تسير بها الإدارة الجزائرية. فلا يمكن أن نذهب إلى انفتاح اقتصادي أو إلى إنتاج محلي ونفس العقلية ما زالت يعني تسير. فعليه نعم. أن يراجع نفسه، يراجع السياسة التي يمشي بها في الاقتصاد، وعليه أن يواجه الشعب الجزائري بالحقيقة. نعم، وهو كذلك. أستاذ كمال، ما رأيك أستاذ كمال خاصة في الجنب الاجتماعي، لأن المواطن الغلبان بين قوسين ما زال يعاني الأمرين، وعبد المجيد تبون يتكلم عن إقلاع اقتصادي لحد ساعة ما تزال خاصة في الولايات العميقة نشهد طوابير طويلة عريضة ممتدة للحصول على كيس حليب، كان يتكلم يزيد كذلك بلي حمزة كذلك. نحن على بعد 3 أشهر من شهر رمضان، حيث يستهلك الحليب بكثرة، لكن لحد ساعة السلطة غارقة في هذا الكيس، لحد ساعة لم توفر للمواطن الجزائري ما يحتاجونه من الحليب. وهذا شعار الحقيقة يعود من جديد، لأنه في 2020 كلنا نذكر كيف وزير التجارة كان يتكلم عن أنه أسبوع واحد فقط نقضي على هذه الأزمة، أزمة الحليب. ها نحن الآن على أبواب العام الجديد، لحد ساعة ما زال المواطن يعاني من ندرة المواد الأولية الاستهلاكية ناهيك عن الغلاء في أسعارها. نعم، هو في الحقيقة المواطن لا تهمه الأرقام التي تقدمها السلطة، المواطن يعيش الواقع. هو إذا كان يخلص مثلا 3 سنتيم يعني 30,000 دينار ويذهب إلى السوق ويجد الأشياء التي كان يشتريها اليوم مثلا حبة بيض يشتريها ب1000 فرانك يعني ب10 دينار تصبح ب20 دينار يعني، وما كانش يعني وأكثر. والعجائن التي كان يشتريها ب5,000 يعني ب50 دينار تصبح ب10,000، والخضر التي كانت بكذا صارت الضعف، ويعني في مجالات كثيرة، والأدوية التي زاد سعرها والأدوية المفقودة والسيارات، سوق السيارات ما كان للاستيراد لصناعة السيارات، يعني أي جانب يتوجه له المواطن يجد أن يعني سواء الندرة، ارتفاع الأسعار، التضخم، وهذا في الجانب، لأنه كما تفضلت الأستاذ عثمان إذا كان يقولوا أنه مثلا احتياط الصرف قد زاد يعني وراه يعني ارتفع يعني اللي كان 44 مليار دولار عفوا، وصار يعني 46 أو 48 أو كذا. ففي الحقيقة هذا لا ننسى أنه يعني في سنة 2013 لما 2003 لما الأمريكا غزت العراق ورفعت أسعار البترول ووصل البترول إلى 140 دولار للبرميل وامتلأت الخزائن ووصلت يعني احتياط الصرف إلى 200 مليار دولار، وثم بعد أن الجزائر لا تنتج يعني ولا تصدر يعني تقريبا 95% أو أكثر من المداخيل
هي من منتجات يعني من تصدير النفط والغاز يعني نعم المحروقات. فإذا ارتفعت كما قلت يعني مثلا في حرب روسيا وأوكرانيا الخزينة هي عودة انتعشت. ولكن في الحقيقة لا ننسى أنه إذا كان يقول لك ما عندناش مديونية خارجية والمديونية الداخلية التي تتراكم كل عام والأموال التي طبعها ويحيى يعني الأموال التي طبعت يعني اللجوء إلى الجانب غير التقليدي يعني ففي الحقيقة هناك ديون متراكمة الدين على الخزينة وأهل الاقتصاد وأهل الاقتصاد يعني تكلموا كثيرا في هذا الموضوع. قلت نرجع إلى المواطن العادي وفي الحقيقة لا يهمه كثيرا يعني هذه الأرقام وكذا ويهمه معاشه اليومي هو يجد الندرة يجد الارتفاع الأسعار والتضخم سواء لأسباب داخلية أو لأسباب خارجية لأنه عجلة الاقتصاد لم تنتعش. وهناك أستاذ كمال من يحذر بل يدق ناقوس الخطر ما إذا السلطات ستعيد نفس الخطأ اللي وقع فيه عبد العزيز بوتفليقة عندما لم يستثمر تلك البحبوحة المالية في 1000 مليار دولار. يقول لك الآن أنتم تزخرون بأن الخزينة الآن رها مملوءة بعائدات النفط والغاز وربا فوائد قوم عند قوم مصائب قوم عند قوم فوائد بخصوص هذه الحرب الأوكرانية المستمرة خلت هذه الخزينة تمتلئ بالأموال. يقول لك ليت السلطات تنتبه لهذا الخطأ اللي وقع فيه عبد العزيز بوتفليقة وتستثمر هذه الأموال بدل تكديسها في مشاريع في استثمارات تعود بالخير العميم على الشعب الجزائري. لأنه يقول لك ما فيش أثر في الشارع على أنه عندنا مال عندنا عائدات صحيح في البلد. يقول لك الوضع هو ما فيش تغيير يعني لا شك لأنه هي في الحقيقة نفس الوجوه التي تمارس نفس السياسة وكما رأينا في الجانب السياسي هم يمارسون نفس السياسة التي انتهجت بعد الانقلاب 92 وبنفس الوجوه وبنفس السياسة التي كانت في عهد بوتفليقة. يعني إذا امتلأت الخزائن سيبدأ النهب ويبدأ نفس العقلية. ولهذا يعني توسيع دائرة المشاركة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة الاجتماعية ويعني فتح المجال للحريات حتى الناس تعبر وتشارك يعني حتى اللي عنده فكر اقتصادي أو رؤية اقتصادية لا يمكن أن يقدمها اليوم وقد ترفض وقد يتهم أو كذا. ففي الحقيقة يعني الناس يعني كثير خايفة حتى تمد أراءها وبكل حرية وبكل يعني فنفس السياسة نرى الطوابير لازالت في كل الجوانب يعني وحتى السيولة هذه الطوابير التي نراها الآن على البريد نفسها التي كانت في عهد بوتفليقة ولازالت إلى اليوم يعني في كل الجوانب المواطن العادي يعاني وهو لا يفرح لما يقولوا له أنه ستكون زيادة في السنة المقبلة لأنه يعرف أنه الزيادات ستكون بسيطة لأنه ربما القصد منها قصد سياسي قد يكون تمهيد لعهدة ثانية قد يكون يعني تبييض للكذا وشيء من هذا حتى يفتخر بها أن هناك إنجازات ولكن ويعرف كذلك أنه إذا زادوا في شيء قليل من الأجور سترتفع الأسعار يعني من جهة أخرى وتصبح لا فائدة لهذه الزيادات يعني. إلى الملف الحقوقي الآن مشاهدينا ويراه كثيرون ازداد قتامة مقارنة بتصريحات السلطة بأنه تحسن بكثير عما كان عليه في الفترات السابقة.
استاذ عبد الله، اعود لك من جديد. اعضاء في هيئه الدفاع عن معتقل الحراك اضافه الى منظمات حقوقيه دوليه تدين السلطات على استمرار هذه الانتهاكات، في الوقت نفسه مجلس حقوق الانسان في جنيف ينتظر الرد على هذه التوصيات بخصوص حقوق الانسان في الجزائر في شهر مارس المقبل. فماذا يمكن ان نقول عن هذه التهم، هذه التهم التي تكال للسلطات الجزائريه منذ شهور، لا اقول منذ اسابيع، ودوم السلطات عبر وزيرها الحالي مثلا عبد الرشيد الطبي تقول انه لا، مجال حقوق الانسان تحسن عما كان عليه سابقا، وان كانت هنالك من ممارسات فهي قليله جدا تعد على رؤوس الاصابع. أعتقد أن ما يتحدث عنه وزير العدل غير صحيح وغير حقيقي، لأن الواقع الميداني والممارسات تكذبه. الإدانات وكذا الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها السلطات الجزائرية سواء من طرف المنظمات الدولية وحتى التوصيات اللي أصدرها مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مختلف المتدخلين، تبين بأن الوضع الحقوقي سوداوي ومأساوي. ونقول شي لرويسرا في اللي وحدث ويحدث في عهد ثلاث سنوات أو في سنتين ونصف أسوأ مما حدث في 20 سنة مساعد الرئيس بوتفليقة، لأننا يجب أن نكون موضوعيين ومنصفين. لما نجي هذا التوجه القمعي هو الأول، التوجه السياسي هو عبارة عن سياسة ممنهجة تترجم في إطار نصوص قانونية، وهذه النصوص القانونية أو القوانين هي اللي تمكن ولتستعملها ولتوظفها السلطات إضافة إلى جهات القضاء لتحقيق المخططات السياسية تاعها. لما نوزي وزير العدل يقول لك باللي احنا رانا حقوق الانسان تحترم، كيف نفسر موضوع الماده 87 مكرر اللي راهو مصدر صداع حقيقي للسلطات الجزائريه وراهي في مأزق كبير وما عرفتش كيفاش تخرج منه؟ كيف هذه الماده هذه اللي يتم تطبيقها من طرف مصالح الامن في 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 التحقيقات واللي يتبنوها قضاة النيابة قضاة التحقيق، ولما توصل للمحاكمات سقطت في كثير من المحاكمات، لأن الأمر أصبح ما ولاش فضيحة قانونية، والآن فضيحة قانونية اللي خذات أبعاد دولية وأساءت إلى صورة الجزائر. لما يتغنى وزير العدل بأننا في دولة قانون، كيف نفسر أنه الرئيس سبوني يتحدث في ندوة صحفية ويقول باللي نرفع العقوبة إلى 30 سنة في جرائم المضاربة، ويحدث أنه منذ عام تقريبا السلطات تصدر قانون تاع المضاربة وتوضع فيه عقوبة سجن المؤبد؟ يا ولي الله العجب، أين هو البرلمان؟ شكون هما هؤلاء أعضاء البرلمان؟ شكون هما بين قوسين هؤلاء النواب وهؤلاء الأحزاب السياسية اللي سمحوا لرواحهم يجوزوا او يتبناوا عقوبه السجن المؤبد لما حتى دوله؟ لانه حتى الدول لما تعيش امانات ولما تكون في عروض وتوضع قوانين المضاربه ما توصلوش لهذا الفكر القمعي، الفكر الاستبدادي بالقانون. ونجي ونحاولوا نقنعوا المواطن ونقنعوا الراي العام وكذا سواء الداخلي ولا الخارجي بان وضعيه القانون الحقوق لا 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 وضعيه قانون حقوق الانسان تزداد قتامه من يوم الى اين هي استقلاليه العداله؟ اين هو استقلال القضاء في لما نتحدثوا على حقوق الانسان؟ نروحوا نهبطوا نشوفوا المواطنين واش راهم يخمموا. مساله التكذيب بوجود سجناء الراي يا استاذ عبد الله، ماذا نقول عنها؟ تبون يقول هذه كذوبة القرن. لا 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 العكس، إنها حقيقة القرن. سجناء الرأي موجودين بدليل أنه هذه الملفات وقلناها عدة مرات وذكروها الزملاء أنه التهم الموجهة لهم تهم سياسية
حتى في التصميم تاعها في قانون العقوبات هي تهمة سياسية، المساس بسلامة وحدة الوطن، نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو المؤامرة لقلب نظام الحب، كلها تهم سياسيين. هل وجدتوا أو كان في ملفات وفي قضايا تاع الحراك أنه اتهموا بالسرقة أو خيانة الأمانة أو سرقة العقارات أو تبييض الأموال؟ إذن كل التهم تهم سياسية. لما تكون تهم سياسية نكون بصدد السجناء الرئيس، وكل هؤلاء المعتقلون هم محسوبون على عهدة الجزائر الجديدة. الرئيس تبون هو اللي يتحملهم بالدرجة الأولى والأخيرة. راح يقول باللي عمل مصالح الأمن، هو لما يتحدث دائما لاحظوا يستعمل عبارة السب والشتم. يبدو أنه لو كان نجيو نديروا عملية إحصائيات في قضايا أو في ملفات إهانة رئيس الجمهورية. طيب أستاذ عبد الله، ما هي تداعيات زيارة الخبير الأممي الحقوقي اللي تمت الأسابيع الماضية؟ السلطة تغطت عن هذه الزيارة، يعني الإعلام لم يتحدث عنها إطلاقا. طبعا وهنا لاحظوا تعطينا أيضا نظرة أو صورة عن شدة الغلق والانزعاج نتاع الجزائر والتحفظ نتاعها من عمل المنظمات الدولية. السلطات الجزائرية حريصة على أن صورتها تكون بيضاء وناصعة. ولما يجيو هؤلاء المقررين أو الزوار ويلتقوا بمنظمات المجتمع المدني أو الممثلين تاعهم، السلطات الجزائرية تسعى إلى التكتم على هذا الأمر وأن الناس ما تعرفش، وأنه حتى باش الناس يبقوا الناس خايفين. لكن العكس تماما، أنه الشيء اللي راه يحدث والأمور اللي راهي تمشي، أنه المواطنين لا سيما أنه نقول دائما وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما خلات العالم قرية صغيرة وفرت للجزائريين مجال أو كلام للحديث ونشر أفكارهم وآرائهم والمساهمة في الحياة في قوسين العامة، لأن المؤسسات الأخرى مغلقة، البرلمان تابع، المجال الشعبية البلدية والولائية أيضا ما توفرش المكان الملائم لممارسة السياسية، الأحزاب السياسية مغلقة عليها. وين يروح المواطن الجزائري؟ يا إما يحرك يخرج يهاجر من البلاد بطريقة واستمرارها الظاهرة تدل على أن المواطن فاقد الأمل، الشخص سيما في الشباب، شارف الشباب فاقدين الأمل للتغيير، بأنه الأزمة راهي تتعمق وتتجذر، وبالمقابل أنه الناس متمسكين، ولا المواطن الجزائري لا سيما الشاب الجزائري اللي بعد حراك 22 فبراير رانا أمام شريحة جديدة تاع الشباب، شريحة اللي راهم يتعلم تمارس السياسة، تمارس حقوقها. ممكن أنه تقع في بعض الأحيان تجاوزات أو انزلاقات بفعل أن الناس ما تعرفش القوانين، مع الناس ثقافة قانونية، ما كانش الناس تعرف القوانين في الجزائر. المواطن الجزائري في فكره من راه مربي منذ الاستقلال أنه تشبع بالقانون وقيمة القانون لازم له وقت، لازم له ثقافة، لازم له تنشئة. وهنا دور تاع الأحزاب السياسية يكون دور مجتمعات، لأنه السلطة الشيء اللي معروف أنه همها أنه المواطن ما يعرفش القانون. طيب أستاذ عبد الله، ماذا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي هو هيئة استشارية الأصل فيها أن تنتصر الحقوق المدنية، الحرية الأساسية، تتحدث مع هذه الجمعيات، تناصر الحريات، حرية الصحافة خصوصا، لكن في الآونة الأخيرة سمعت تصريحات لعبد المجيد زعلاني ينتصر للسلطات، مثل ما يقول الوزير عبد الرشيد طبي تماما أن السلطة تحسن وضع حقوق الإنسان فيها، ليست لدينا تجاوزات، لا تعذيب ولا سوء معاملة في مخافر الشرطة أو المخابرات أبدا، كأن الأمور سمن على عسل سويسرا الجزائر. والله مجلس حقوق الإنسان يصدق عليه مثل قائد روحه ويشكر روحه، كيف يعقل؟ ولا كيف نتقبله؟ من المفروض أنه عبد المجيد زعلاني رجل قانون ومحامي وأستاذ، لما يجد أنه خبراء ناس رجال القانون متنفذين في العالم يوجهوا انتقادات قانونية شديدة للمادة 87 المقر، يا سيدي نقولها بالدرجة، أنتم تتبنون موقف الحكومة،
على الاقل تكون جورنالستك وتقول باللي المشهد العثماني المكرر ساعه من الناحيه العلميه ومن الناحيه القانونيه. على الاقل نلقاو ناس يدافعوا على الحكومه ماهوش من منطلق سياسي، من منطلق فكري ومن منطلق علمي، هذه ماهيش موجوده. خلاو النظام وحده في مواجهه المتابعة. اذا الكلام هكا مجرد تصريح متلفز ما يعطيش القيمه، ماهوش راح يعطي المصداقيه، والدول الاجنبيه والمواطن الجزائري ما يصدق حاجه. لو فعلا مجلس حقوق الانسان هو يدخل، كيف مجلس حقوق الانسان يقبل عنده قوانين الى انه يتم اضافه عقوبه 30 سنه سجن في قانون العقوبات بمجرد تصريح صحفي؟ اين هو موقف مجلس حقوق الانسان؟ كيف يعقل انه مجلس حقوق الانسان يقبل ان تكون عقوبه سجن مؤبد في قضايا المضاربه؟ وحنا هذا ما عندناش مبادئين، ولكن لما تكون تفكر في المجتمع وتفكر في مصلحه البلاد وتفكر انه تكون عندك مؤسسات وتبني دوله القانون، هذا هو الشيء اللي لازم الانسان في منظورنا اللي لازم نتكلموا عليه، نتكلموا بالمنظور المصلحه العامه، ماهيش المصلحه ولكن المصلحه المستقبليه، ماهيش المصلحه الانيه، المصلحه اللي تبني الدوله واللي تبني المؤسسات اللي يكون فيها كل واحد مطمئن على حقوقه وحرياته وكل واحد يمارس حقوقه بشكلها الطبيعي. شكرا، شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله. استاذ عبد الله هبول المحامي والقاضي سابقا عضو هيئه الدفاع المعتقل الحراك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. حمزه اعود لك من جديد، ماذا نرد على ما تقوله السلطات؟ هذا هو موضوع الساعه بخصوص ملف الحقوق المدنيه والحريات الاساسيه، هو الشغل الشاغل للناشطين الحقوقيين المدونين الصحفيين الحركيين اللي هما الان السجون ملأ بهم، ولكن السلطات تقول لا هذوما سجناء السب والشتم لا علاقة لهم بحرية الرأي والفكر والموقف السياسي وما إلى ذلك، تنفي عليهم هذه الصفة وتريد حشرهم في زاوية هؤلاء المتجاوزين للقانون أو الخارجين عن القانون أور دو لا لوا، في حين مثل ما شفت أنت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسابيع الأخيرة كان فيه توصيات للسلطات الجزائرية أنه لازم تعملوا كذا وكذا وكذا. طبعا هذه كلها أسئلة وصلت السلطات الجزائرية في انتظار رد عليها في شهر مارس المقبل. ماذا يمكن أن تقول السلطات؟ لا ندري، لكن هذه الجمعيات والمنظمات الحقوقية تلح على أن السلطات لا بد من تحسين وضع حقوق الإنسان. هي سقطة في لنظام عبد المجيد تبون أو لنظام الذي يسيره عصبة من الجنرالات وما يعني يوانيهم، فهم يحاولون يعني نفي وجود معتقل الرأي ونفي وجود تجاوزات من أجل يعني تحسين صورتهم على المستوى الدولي، لأنه هم واقعين في ورطة على المستوى الدولي. كل يعني مؤسسات الدولية الحقوقية سواء أو النقابية أعطت انتقادات يعني كبيرة خاصة للقانون اللي داروه جديد والمادة 87 المكرر اللي توبع بها الكثير من النشطاء، منهم نقابيين منهم صحفيين ومنهم حتى نشطاء ميدانيين ونشطاء سياسيين، فهم يحاولون التبرير للمنظمات الدولية الحقوقية على أنه الناس اللي راهي موجودة في السجن ناس يعني لا علاقة لها بالسياسة وبالنشاط السياسي، ولكنهم حاسبين أنه المؤسسات الدولية هذه يعني تمشي بغباء. المؤسسات الدولية عندها كل المعلومات ما يقع على المستوى الحقوقي في الجزائر، وهي سقطة لم تحدث حتى في مرحلة عبد العزيز بوتفليقة. فالنظام اليوم يسير كل شيء بالقمع، الكلمة لا يمكن أن تقول كلمة ولا يمكن أن تصرح على مستوى وسائل الإعلام سواء داخل الجزائر أو خارج الجزائر، لا يمكن أن تدون أي شيء ينتقد السلطة، لا يمكن أن تتكلم أو تنتقد رأس السلطة أو الجيش أو المؤسسات الأخرى. فهنا سقطة لنظام عبد المجيد تبون ومن يسيره، ما حاسبين أنه هذا الشيء راح يعني يديهم إلى الطريق الصحيح، ولكن هم غالطين. يعني حتى مجلس حقوق الإنسان في الجزائر هو يعني ناطق باسم السلطة، لا علاقة له بحقوق الإنسان، وإنما هو فقط يقول ما تقوله السلطة ويمشي فيما تقرره السلطة. ولمسنا هذا يعني لما شفنا تصريح رئيسه السابق الزهاري لما تكلم عن سجن، بعدها مباشرة جت الإقالة تاعه. فأي شيء تكلموه مجلس حقوق الإنسان بتوصيات من السلطة ولا يمكن أن يخرج عن ذلك، ولكن على المستوى الدولي عارفين جيدا أن المؤسسات الدولية الحقوقية
عارفة ما يقع في الجزائر من تجاوزات في مجال الحقوق والحريات. المؤسسات النقابية الدولية أيضا عارفة هذا الأمر وتحاول أنها تلغي المادة 87 المقررة التي توبع بها العديد من النقابيين. فهم عارفين أن المعركة الدولية خاسرين فيها، عارفين هذا الشيء يعني. لهذا أنا نتوجه للنشطاء يعني أنهم يمشيوا للمعارك الدولية ويتوجهوا إلى المؤسسات الحقوقية في الأمر هذا، ويبينوا للمؤسسات الدولية أنه فيه قمع حقيقي في موجود في الجزائر، وفي حتى قمع لبعض العائلات ولعائلات نشطاء. يعني أنا أصلا حصل معي هذا، في تضييق كبير للوالد من قبل القضاء ومن قبل مراكز الشرطة. يعني كيف حمزة يعني استدعوا الوالد أم ماذا؟ نعم، هم استدعوا الوالد منذ فترة لمراكز الدرك الوطني، ومؤخرا استدعوه للمحكمة كشاهد في قضية تتعلق به. هم عارفين جيدا أنني غير متواجد في الجزائر، ولكن الممارسات هذه تمشي في من أجل التضييق ومن أجل يعني بزنسة بالعائلة من أجل الصمت. فهذا احنا ما نتمشوش فيه، عارفين أنه عندنا مبادئ، احنا ماشيين في طريق إحقاق الحق، إحقاق دولة الحق والحريات، ونمشيوا في الطريق هذا وبمبدا يعني قانعين به. فغير من الغير يعني من المستحيلات انه يعني نحيد عن طريقنا من اجل امور او ممارسات مثل هذه. فانا اتوجه للسلطه انها تتعقل وتفتح المجال السياسي وتفتح المجال الحقوقي وتخلي الناس تعبر عن رايها. نعم. لانه التعبير عن الراي يمكن ان يصلح بعض الاشياء، حتى ولانه مش حيصلح امور كثيره، ولكن يمكن أن يصلح بعض الأمور في مسار السلطة. ولكن اليوم نشوفوا أنه كل شيء مغلوق فيه يعني سجناء يعني أعداد كبيرة، حتى على المستوى الدولي أعداد طالبي اللجوء من الجزائريين يعني بأرقام يعني مهولة، يعني زادت الأرقام في السنوات الأخيرة لم تحصل حتى في السنوات الماضية. يعني لما تروح مراكز اللجوء اليوم تلقى جزائريين جايين طالبين لجوء يعني سياسي على قضايا سياسية توقعوا بها في الجزائر. فالأمر يعني كارثي في حقوق الحريات. شكرا لك يا حمزة، يعطيك الصحة حمزة. حمزة خروبي المدون والناشط النقابي، كنت معنا من بروكسل العاصمة البلجيكية. شكرا جزيلا لك. سيد كمال دوما في نفس المحور، وطبعا هذه فرصة لكم أنتم كناشطين سياسيين لرد على طروحات ومخرجات السلطة في هذا المجال. دوما يقولون لا، لا تقارنوا عام 2022 بالتسعينات، ما حصل أيام العشرية الدموية. هم في السلطة يقولوا السوداء هي عشرية دموية بامتياز، يقولون لا أبدا، الآن تحسنت الأمور والدبلوماسية استعادت بريقها، ونستقبل في عواصم الدول، نحضر مؤتمرات وملتقيات دولية. لا أبدا، ولا أحد تكلم عن ملف حقوق الإنسان، وبالتالي فهو يتقدم بخطوات إلى الأمام. نعم، هو في الحقيقة يعني هذه السنوات العجاف صرنا نسمع كثير من الجزائريين أنها يعني أسوأ من سنوات بوتفليقة، خاصة يعني سنوات بوتفليقة السنوات العشر الأخيرة، يعني منذ الربيع العربي ومنذ سقوط يعني كثير من الزعماء نتاع مثل يعني كما اليوم يعني الذي بوعزيز يعني في تونس حرق نفسه، ثم قامت ثورات الربيع العربي وبنى عليه هرب وما إلى ذلك. كيف بوتفليقة في ذلك الوقت يعني لما خطب في الصيف في 8 ماي 2012 قال طاب جناننا وصار يتكلم عن التغيير، ونحن حتى في تلك الفترة صرنا ندعى إلى بعض القنوات في الجزائر ونتكلم في بعض القنوات وهكذا، ويعني كان هناك يعني نوع يعني من المتنفس. لكن الآن أسوأ، أنا قريت مقال للأستاذ الدكتور ناصر جابي وهو رجل العالم يعني في الجزائر في الاجتماع، يعني يسمها سنوات الخوف وسنوات اليأس، يعني للكبار والصغار وحتى الكبير يأس من هذه البلاد ويفكر في الهجرة ويفكر في الهرب. يعني هو الوضع خطير، ندعو كما تفضل الأخ قبلي للنظام للتعقل، هو ينتقم من الشعب لأنه يعني كما في 92 انتقم من الشعب لأنه لم يصوت على الأفالان، وهو اليوم كذلك نفس الشيء. هذا الشعب الذي لا يذهب إلى الانتخابات ولا يشارك طروحات السلطة، وهذا الشعب الذي خرج في الحراك من أجل التغيير الجذري، قال يتنحى وقاع يعني الذهاب جميع المنظومة وتغير الوجوه وتغير السياسات وكذا، هو يرفض هذا.
بهذا فهو يعاقب الشباب، هذا الشباب اللي تشوفهم الان في السجون، شحال من شاب يعني جاب البكالوريا في السجن هذا يعني طالع في الجزائر، لان النخبه كما قاسم سعيد ولا مفيده خرشي ولا كثير من الذين نجحوا في البكالوريا ويدرسون واساتذه. كذلك حتى عن زميلنا حسن استاذ كمال، زميلنا حسن تهم بالارهاب والماده 87 مكرر، وقد كرم في ايرلندا على انه ناشط حقوقي يذود عن هذه الحقوق ويحترم المدافعين عنها، اذا به يقضي سنوات في السجون حتى في فتره بوتفليقه والان فتره تبون، هناك من تكلم عنه بكثره. نعم هؤلاء الاساتذه قضي البوماله وتنشوف غيرهم كثير القاضي حسان وناس يعني محترمين، هؤلاء الناس يعني لهم فكر ولهم راي، محمد قاسمي وغيرهم كثير، وحتى الناس البسطاء شفت عنابة كيما علي فاضل وابو ماريا وغيرهم يعني من يعني الناس محترمين في احيائهم وفي بلداتهم وفي قراهم، وفي الحقيقه يعني هذا عقاب للجزائريين، للنخبه الجزائريه التي تريد التغيير، ولا يغرنا يعني ما يقول يعني هذا زعلاني او اللي كان قبل قسنطينة هذاك، ولا هو نفس الطريقة تاع الزقبارة، وحتى في يوم من الأيام داروا لنا عليه هارون وزير حقوق الإنسان. في الحقيقة هؤلاء لا يدافع عن الإنسان، الذي يدافع عن الإنسان هو الأستاذ علي يحيى عبد النور عليه رحمة الله. ويعني في الحقيقة هؤلاء الناس الذين من طبعهم الدفاع عن الإنسان مهما كان، يعني سواء كان يعني الذين يتفقون معه في الرأي ويختلفون معه، ففي الحقيقة هذه السياسة الانتقامية من الشعب الذي لا ينخرط في سياسة السلطة والذي يعارض والذي له رأي آخر والذي له رأي مخالف، إذا أنت قلت أن هذه السياسة ماهيش مليحة تعتبر أنها تسب وتشتم وتعاقب بعقوبات يعني سالبة للحرية، يعني ما كاش قال مثلا قال كلمة يعاقب بغرامة كما قال الشاعر أحمد مطر قال في بلاد الغرب يبصق المرء بوجه الحاكمين فيجازى بالغرامة، يعني في الحق هذا ألا ترى أستاذ كمال أنه ما حدث للناشطة فاتحة داودي نموذجا صارخا على الاعتداء على حقوق الإنسان؟ فعلا سيدة في 65 من العمر يداهم بيتها عن طريق الدرك الوطني وتشتكي من الإهانة في مقر الشرطة أثناء الاستجواب وإبقائها في زنزانة لأوقات طويلة في برد، هكذا قالت للقناة المغربية. فالذي يستمع لهذه الشهادة بكل صراحة يقول ماذا تريد السلطة بمعاقبة مثل هؤلاء؟ يعني هل هذه المسألة ستنفذ انقلابا تطيح به بتبون أم ماذا؟ هو في الحقيقة هذا عيب وعار يعني في الجزائر المستقلة، حرمة امرأة يعني كبيرة في السن، يعني احنا الكبير نقدروه يعني، وهذه تربية الجزائريين وتقدم، وخاصة إذا كانت امرأة في الحقيقة يعني هو نشر الرعب والخوف، يعني لما الناس تخرج تشعر بأن هناك يعني عايش في سجن كبير وتشعر بالخوف وتشعر بالرعب وتخاف من المجهول، واليوم كاين قانون غدوة كاين قانون آخر، وهذاك القانون قد يتغير كما تفضل الأستاذ يعني الهبول يعني هكذا ارتجاليا قال سيحكم بالمؤبد أو بثلاثين سنة أو بكذا هكذا بدون دراسة بدون مشاورة بدون، يعني هذه في الحقيقة هذه السياسة لا تؤدي إلى الخير، وقد جربت، والغريب أنها جربت في التسعينيات وشفنا أين أوصلت البلاد، يعني نحن نناضل دائما من أجل الحرية، لا يمكن أن تبني دولة بغير عدالة، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل هو أساس الملك، وإذا كان القاضي نعم وإذا كان القاضي يشتكي، يعني في الحقيقة احنا شفنا في الحراك خرج القضاة يطالبون برفع التليفون عنهم، وعودنا رجعنا إلى نفس نقطة البداية، وهذه في الحقيقة هو تجريب للمجرب الذي أودى بالبلاد إلى الهاوية، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد ولا صناعة ولا سياحة ولا أي يعني شيء ازدهار للبلاد بهذه الممارسات القمعية، لا ارفعوا أيديكم عن الشعب الجزائري، الشعب الجزائري حر، ما يعني حتى الشباب هذا مهما كان تخوف، وانا نشوف ناس راهي داخلة وخارجة على السجن أو شدوها مثل قوام كذا
مثل محمد تجاديد او ابراهيم العلان او اسماء كثيره، لانه القناعات لا تحارب بالتخويف، الراي يقابل بالراي الاخر. اذا عندكم راي اخر كما قال الاستاذ هبول الان، يعني حتى الماده هذه 87 لا تبر 87 مكرر، يعني حتى الذين يدافعون عنها لا يدافعون دفاع علمي او قانوني او تشريعي، بمعنى لا شأن لها بناشطين حركيين. نعم، يعني حتى ان من باب التهكم، يعني الشعب قال نحن طالبنا بتطبيق المادة 87 من الدستور، فأتونا بالمادة 87 مكرر من هذا القانون الذي يجرم هذه الوجوه النيرة من الشباب من الجزائريين الذين كانوا سبب في الإطاحة بالعهدة تاع العار بعهدة الخامسة لبوتفليقة، فهم الآن يدفعون الثمن. ولكن في الحقيقة كما كانت التضحيات يعني في وقت الثورة وفي أحداث أكتوبر وفي كثير من العقود في الجزائر المستقلة، هذه التضحيات كلها ستكلل بالنجاح وسيأتي التغيير لا محالة. شكرا لك أستاذ كمال. كمال الجمازي أحد قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، شكرا جزيلا لك. فقط أريد أن أذكر أن خبيرا أمميا اختصاصه في الحقوق والحرية سبق أن رئيس السلطات الجزائرية منذ شهور متحدثا عن أو طالب من السلطات مطالب السلطة الجزائرية الكف عن استعمال مواد قانونية في اعتقال هؤلاء الشباب، بمعنى أن هؤلاء لا علاقة لهم بالإرهاب، خاصة المادة 87 مكرر. هؤلاء منهم أساتذة الجامعات، منهم صحفيون، منهم مدونون، منهم ناشطون، لا علاقة لهم بالإرهاب إطلاقا. والدليل أنه غالبية محاكمة هؤلاء انتهت بالإفراج عنهم، رغم أنه السلطات خاصة القوى العمومية الأمن دبجت هذه الملفات بحديثها عن التجاوزات أمنية وعضوية هؤلاء في جماعات إرهابية أو إشادتهم بأعمال إرهابية. تبين أن هذه كلها إشاعات، مجرد تدبيجات أمنية لا أكثر ولا أقل. القضاء برأ كثيرا من الناشطين من هذه التهمة الخطيرة. أكيد سنعود لمثل هذه المواضيع إن شاء الله بأكثر تفاصيل في الأيام القليلة المقبلة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، شكرا لضيوفنا الكرام.